اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من صحافه الغد. هنواجه فيها مع حضراتكم ابرز منشطات صحف مصر، هنشوف ابرز العناوين وابرز التفاصيل المندرجه تحت هذه العناوين. هنبدا مباشره بالعناوين الرئيسيه اللي اخترناها لحضراتكم. من الشروق، الرئيس بالندوه التثقيفيه قادرون على التعامل مع اي تحديات. من اليوم السابع 475 ألف بطاقة تموين جديدة لمحدودي الدخل. من الشروق أيضا 107 ألف يسجلون عبر البوابة الإلكترونية بالمدارس الحكومية. وللوفد الليلة، المنتخب يستطلع هلال البدري في ودية بوتسوانا. هنبدأ مع حضراتكم بأول هذه العناوين، وطبعا الحديث والأعين على مدار اليوم كانت موجهة للندوة التثقيفية الخاصة بالقوات المسلحة والزخم الوطني والروح والحس العالي والمرهف اللي شعرنا به جميعا في هذه الاحتفالية. اليوم السابع كتبت عنها وتقول: السيسي للمصريين عدوكم واحد ومحدش يقدر يقرب من مصر في ظل قوة جيشها. طبعا الرئيس في كلمته قال ان علينا وضع مصلحة الوطن امام اعيننا ونوفر المناخ الملائم. الرئيس قال: لا نلتفت الى دعاوى التشكيك والاحباط اللي بتأتي مدفوعة من الخارج. الرئيس ايضا قال انه علينا ان نعي جيدا ان يعني اين تكمن مصلحة البلد او الوطن لنبني دولة المواطنة ونضمن لمصر المكانة بين الأمم. آخر حاجة يعني في هذا الخبر، جملة الرئيس: قوتنا تكمن في وحدتنا، ولنا في نصر أكتوبر العظيم درس مهم من دروس التاريخ تحقق بالإرادة والصبر والعمل، وأن من لا يملك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنه. دي يعني بعض الكوتس أو بعض المقاطع مما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلح. هنشوف نفس الموضوع أيضا وفي نفس الفعالية لكن معالجة من جريدة الشروق، والصفحة الأولى: السيسي سألتقي أبي أحمد في موسكو قريبا لحل أزمة سد النهضة. طبعا من الأمور أيضا اللي لفتت الانتباه في الأيام الأخيرة التطورات الخاصة بسد النهضة ورد الفعل المصري. كلنا تابعنا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب وهو يتحدث صراحة عن موقف مصر المائي حاليا، عن الإجراءات التي حاولت مصر اتخاذها في هذا الملف طوال السنوات الماضية، عن رؤية مصر لحل أزمة سد النهضة وما إلى ذلك. أيضا رأينا كلمة وزير الخارجية سامح شكري أمام مجلس النواب عن نفس الموضوع والإجراءات اللي تدرجت فيها مصر في التعامل والتعاطي مع هذه الأزمة الدولية، لأنها بين دولتين وفي دول أخرى مرتبطة بيها أكتر طبعا من مصر وأثيوبيا، يعني مصر وأثيوبيا وطبعا السودان دول أساسيين، وباقي أيضا دول حوض النيل هي دول لها علاقة بشكل أو بآخر بالأزمة كمجموعة دول حوض النيل. ما يعنينا هنا اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي: سألتقي أبي أحمد في موسكو قريبا لحل أزمة سد النهضة. إذن لابد أن نعي جيدا أنه بالتأكيد لدى الدولة المصرية حاليا في أوراقها وأدابرها لابد أن هناك شيء ما يتم الترتيب له على مستوى الدبلوماسي وعلى مستوى السياسي. الدولة المصرية من بداية هذه المشكلة وحتى الآن تؤكد أنها ماضية في حل الموضوع والتعاطي معه بكل الوسائل الدبلوماسية وبما تقتضيه القوانين والأعراف الدولية والقوانين المنظمة لمياه الأنهار العابرة للحدود أو الأنهار الدولية زي ما بتسمى. فخلونا نتفائل مبدئيا بهذا اللقاء ونضع الثقة في أن الرئيس عندما يقول سألتقي أبي أحمد لحل أزمة سد النهضة فلابد أن هناك شيء ما إن شاء الله سيتم طرحه لعل يكون فيه الخير لبداية تحريك
المياه الأثيوبية الراكدة، لأن الحقيقة مصر كانت متعاونة بما فيه الكفاية من بداية ظهور ما يسمى بسد النهضة وحتى يومنا هذا، مهما تعقدت المفاوضات وتعثرت وعادت وذهبت، لكن في النهاية الخط المصري واضح لا حياد عنه. نتفاعل مع المشكلة، نناقشها، نعقد كل الاجتماعات، نذهب إلى أي الأطراف، المهم أن تنتهي حل أو أن تنتهي مشكلة سد النهضة بما يضمن بين قوسين حقوق جميع الدول ولا يضر به. في نفس الموضوع أو في معرض هذا الحديث، الرئيس في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة قال: قادرون على التعامل مع أي تحديات تواجهنا، ومن لا يملك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنا. أيضا في نفس الاحتفالية الرئيس قال إنه لا توجد أي تحديات تؤثر على مصر ومستقبلها إلا وتستطيع التعامل معها، ومجابهتها وقوتها تكمن في وحدتها وثبتها. إن شاء الله مصر قادرة على عبور أي أزمة بما فيها الأزمات الأخيرة الراهنة زي أزمة سد النهضة، لكن أكيد عندنا القدرة على التعامل معها من يعني أول الخيارات إلى آخرها، لكن نأمل ونطمح أنها تنتهي بأقل قدر ممكن من التوتر على مستوى السياسي طبعا بطبيعة الحال. نروح مع حضراتكم إلى صحيفة الوفد ونفس المعالجة أو نفس الموضوع ومعالجة الوفد لي: السيسي جيشنا قوي وترتيبه متقدم جدا. الرئيس يشهد وقائع الندوة التثقيفية 31 أكتوبر إرادة وتحدي. تكريم أبطال الممر والفريق عبد رب النبي حافظ ولمسة وفاء للجندي أحمد فوزي. هذه النماذج اللي شفناها النهاردة، شفنا أبطال فيلم الممر اللي يعني أثار ضجة وأصدر يعني نوع من أنواع الحراك في الحالة الفنية المصرية لما عرض على شاشات التلفزيون بكثافة الحقيقة في الأيام الماضية تزامنا مع الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر. أجيال كتيرة قوي لم تعاصر الحرب ولم تعاصر كمان فترة حرب الاستنزاف اللي بتدور في أحداثها أو بتدور في وقتها هذا الفيلم، لكن بالتأكيد أنه أعاد إلى القلب المصري وللوعي المصري خاصة بين أجيال الشباب شعلة أكتوبر باللمسة السينمائية اللي هم أكثر اعتيادا عليها. يعني لو جبنا ربما الشباب الصغير وقعدناهم يتفرجوا على الأفلام القديمة شوية اللي بتتناول ذكريات أو يعني محطات ضمن حرب أكتوبر 73، حيتفاعلوا معها بالتأكيد لأنه شيء وطني، وأي بني آدم طبيعي لما يشوف حاجة بتتكلم عن مرحلة مهمة جدا إن لم تكن الأهم في تاريخ وطنه الحديث بالتأكيد هيشعر بقيمة وفخر عالي جدا لأن بلده حققت إنجاز تاريخي بكل المقاييس. لكن عندما نقدم نفس هذه الوجبة الوطنية باللمسة بالوشوش بالروح حتى بتقنيات الصورة اللي هو متعود عليها في حياته النهاردة وبيتفرج على أفلام السينما بيها والمسلسلات التلفزيونية، بالتأكيد احنا بنقرب أكتر لنفسية هؤلاء الشباب، وعشان كده كان في حالة اهتمام ورواد كبير جدا على مواقع السوشيال ميديا خاصة بالفيلم وأراء ومين أفضل دور ومين أفضل أداء وهكذا. كانت بالتأكيد يعني نوع من أنواع السباق الدرامي بين أبطال الفيلم اللي كرموا النهاردة، وأعتقد أنه يعني أيا كان مثلا حققوا ربح مادي نتيجة قيامهم بهذا العمل الفني، حققوا أو أضافوا رصيدهم الفني، أضافوا شهرة لنفسهم، لكن بالتأكيد تكريم اليوم عندما يقفوا أمام الأمة المصرية وأمامهم بشكل مباشر جدا رأس الدولة يشكرهم على هذا العمل وحالة التسقيف الجميلة اللي شفناها ليهم، فأعتقد أن ده يعني تكريم هيحفر في قلوب هؤلاء الفنانين اللي شاركوا في هذا العمل، وهيتذكروا بيه انه كان قرارهم صائب جدا لما اشتركوا في هذا العمل. ايضا الافراد القوات المسلحه اللي تم تكريمهم النهارده، القصص اللي سمعناها، حاله الاعتزاز الممزوج بالفوران، فوران القوه، فوران العنفوان، فوران الايمان بالقضيه
إن قواتنا المسلحة لديها هدف نبيل، لديها هدف واضح، لديها دولة عليها أن تحميها، وهذا يثير فيها طبعا حالة بيسموها الشدة، يعني حتى في ده من مصطلح الحاجات اللي بتستخدم في العسكرية، يعني شدة الحرب وما إلى ذلك، الشدة اللي هي الحاجات الخاصة بالمعدات وأيضا المهمات القتالية، وأيضا الشدة العصبية، التنشنة، التوتر الممزوج بالصلابة، إن إحنا عندنا هدف بنعمله بنأديه مؤمنين جدا بيه، ولدينا هذا الجلد والصبر والقوة والحماس إن إحنا نؤديه على الوجه الأكمل. دي كانت جولة سريعة في أبرز ما كتب عن الندوة 31 أكتوبر إرادة وتحدي الندوة التثقيفية اللي عقدت اليوم. هنروح لفاصل قصير وبعده نبدأ مع حضراتكم في مجموعة من العناوين الأخرى من صحف مصر. طيب، الخبر القادم هو من جريدة الشروق وتحديدا الصفحة رقم 2، عنوانه أمام حضراتكم حالا على الشاشة: 107,000 يسجلون عبر البوابة الإلكترونية للعمل بالمدارس الحكومية. الخبر ده يا جماعة عامل نوع من أنواع الحراك في الصحافة المصرية، في صفحات التعليم وصفحات الشأن الداخلي المحلي. الرقم كبير، رقم ضخم. الفكرة دايما ان ملفات التعليم، الأسرة اللي عندها طفل او اتنين او تلاتة او يمكن اكتر في مراحل التعليم، اي خبر عن التعليم بالتأكيد بيكونوا مهتمين بيه ومركزين معاه جدا. فبالتالي هذا الخبر عمل زي الحجر اللي بنرميه في المياه الراكدة شوية، بيحصل نوع من انواع الاهتمام والتركيز الاعلامي على الخطوة دي. 107,000 مصري ومصرية قدموا على هذه البوابة الإلكترونية اللي أطلقتها وزارة التربية والتعليم علشان يكونوا يعني منافسين ليفوزوا ربما بأنه تختارهم وزارة التربية والتعليم في هذه الوظائف اللي هي قلنا معلمين وإداريين وأيضا عمال عشان يملأوا الفراغ اللي موجود في المدارس. أي نعم، هو ليس تعيين حكومي بمنطق إن فاتك الميري وإنه هيبقى تعيين حكومة مؤبد وإلى أبد الأبدين وما إلى ذلك لحد ما الواحد يموت، لكن المسألة هو عقد مدة سنة وقد يجدد إلى 3 سنوات. ومن يعلم، ومن يعلم دي كلمة من عندي، ما نعرفش بكرة الدولة هتاخد قرارات إيه، لكن بالتأكيد إنه من لم يجد فرصة للعمل حتى الآن ومؤهله يسمح، فبالتأكيد أنه يحظى بعمل حتى لو بعقد مؤقت لمدة سنة أفضل. اللي هيكون سعيد بحظه يمتد هذا العمل لثلاث سنوات فهو أفضل وأفضل، ونتمنى إن شاء الله أن هذه التجربة تثمر عن أمور إيجابية لصالح التعليم. لكن أنا عايز أسأل الأستاذ محمد الشرقاوي الكاتب الصحفي بروز اليوسف والمتابع القوي جدا لملفات التعليم المصرية. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي يا فندم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. شكرا جزيلا لحضرتك. أستاذ محمد، فكرة أنه التجربة الأخيرة دي هي مش مسابقة، يعني مش هيتم اختبارات، هو في معايير واللي هتنطبق عليه المعايير هيختار، ده تردد في بعض الجرايد على مدار الثلاث أيام، لكن في جرايد الحقيقة مصرية وفي الثلاث أيام اللي فاتوا ذكروا موضوع بأنه مسابقة المعلمين، فعايزين نتأكد من المعلومات المتاحة عند حضرتك عن هذا الموضوع. طيب، خلينا ناخد من كلام حضرتك. فعلا هذه المسابقة كالحجر الذي رمي في البحر المالح لطابور البطالة، حرك فعلا هذا الطابور. 120,000 معلم وإداري وعامل هيتم تعيينهم خلال الفترة القادمة. الفترة القادمة هي قد إيه؟ محدش عارف. ليه؟ لا يعني النهاردة ان انت تم قبول اوراقك ان انت ممكن تعين في السادة اللي هيعينوا في شهر 11، لا، اذ ربما يتم الاستعانة بيك بعد 6 شهور، واذ ربما يتم الاستعانة بيك بعد السنة او في اخر سنة اللي هي 2022. طيب، كم واحد سجل؟ 107,729,000 واحد. طب ده معناها ايه؟ ان هؤلاء الذين سجلوا دول لا يعني ان هم هيعينوا في الحكومه، لا، دول هيتم الاستعانه بيهم. خلي بالك بقى من اللفظ، الاستعانه بيهم من خلال البيانات المسجله اللي هم هيسجلوها للتعاقد معهم على القانون العام، على قانون العمل وليس على قانون الخدمه المدنيه.
قانون العمل ليه؟ لأن قانون العمل اللي هو خاص بالقطاع الخاص يحق للقطاع الخاص النزول عن الحد الأدنى المعلن من الدولة. طيب الطلبة دول أو المعلمين دول هياخدوا مرتب إيه؟ مرتبهم كما هو معلن لن يقل عن نظرائهم في التعاقد السابق اللي كان في الترم الثاني في العام الدراسي الماضي 2018-2019، إن لم يكن وزارة التربية والتعليم بالفعل بتسعى إلى زيادة هذه المكافأة. ومش عايزين نقول مرتب، هي عبارة عن مكافأة. هل لهم تأمين؟ لهم تأمينات من أول ما هيتم تعيينهم. طب هل التعيينات دي، أنا بجاوب على كل اللي بيجي لي من أسئلة عبر صفحتي على الفيسبوك يعني. صحيح. هل التعيينات دي في المدارس الحكومية والخاصة والإنترناشونال؟ لا، في المدارس الحكومية فقط. أما إيه علاقة المدارس الخاصة والإنترناشونال؟ إحنا الوزارة عملت قاعدة بيانات من خلال البوابة دي، بحيث لو المدارس الخاصة أو الإنترناشونال عايزة تستعين بإعلانات تعيين ممكن تستعين بقاعدة البيانات اللي موجودة عند الوزارة. يعني حتى بنوسع فرص عرض هذا الشخص اللي موهبه وقدراته أمام القطاع الحكومي والخاص. بنوسع القماشة شوية، عشان إن كانت أنت مش هنقبلك في الحكومي أو مش هنقدر نستعين بك النهاردة، إذ ربما مدرسة خاصة أو إنترناشونال تستعين بك. كلنا في مركب واحد عايزين الحد من طابور البطل. طيب الناس اللي هتتطوع كم واحد لغايه النهارده قدمه؟ بلاش لغايه النهارده لان الكلام ده لغايه يوم الجمعه، خلال 72 ساعه اتقدم 912 واحد. طب المتطوع ده هياخد فلوس؟ المعلن حتى الان هو بدون اجر، وهيتم تعيينه داخل النطاق الجغرافي التابع له. يعني لو من قرية هنحاول نعينك في نفس القرية اللي انت فيها طالما انت ايه متطوع. طيب تكليفك بالعمل لما اللي هتكلف بيه، ممكن تكلف بيه في الوقت الراهن او خلال العام الحالي او خلال الاعوام القادمة حتى 2022. طب البوابة مصممة للتواصل المباشر واتخاذ القرار سواء برفض اوراقك او قبولها او التعليق، بمعنى ان البوابة هي العامل الرئيسي اللي هتختار، هي اللي هتختار اللي هينطبق عليه الشروط. بمعنى ان وزارة التربية والتعليم مدتها بمعلومات بمخزن من المعلومات، وبتقول لها وفقي لي المخزن ده على الامكانيات البشرية اللي هتدخل بياناتها دلوقتي، فتقول له طبقا للي انت عاوزه واحتياجاتك وطبقا للبيانات اللي عندي انت هتاخد سين وصاد وعين ومش هتاخد الف وب وت. طيب في حالة وجود خطأ، واحد عمل خطأ في استكمال بياناته وليكن كتب رقمه القومي غلط، لا البوابة عشان فيها ذكاء اصطناعي هتبلغه بتدارك الخبر الخطأ، ومن ثم يصبح مؤهل لاستكمال الايه المراحل البيانات. طيب في حالة عدم اختيار شخص للتعاقد دلوقتي، هل معنى ذلك ان هو ضاعت فرصته في التعاقد؟ لا، ما ضاعتش فرصة في التعاقد، لكن عند الاحتياج في الإدارة التعليمية اللي هو تابع ليها إذ ربما يتصلوا ويقولوا له تعالى ما فيش أي مشكلة. طب التعاقدات دي ليست معناها تعيين في الحكومة، عشان الناس تبقى عارفة المعلومة دي. طب إيه هي الشروط؟ من ضمن الشروط اللي أعلنتها الوزارة لازم الحصول على شهادة صحية من مستشفى حكومي. ايه المستندات المطلوبه؟ انا بقول كل الكلام ده ليه يا فندم؟ لان فعلا الناس محتاره ومتبهدله ومش عارفه ايه اللي مطلوب منها ومش عارفه ايه الخطوات اللي هيمشي فيها. خلينا نقول في عجاله، مستنداتك المطلوبه المؤهل الدراسي، شهاده الميلاد مميكنه، بطاقه الرقم القومي ساريه، قيد عائلي من الدرجه الاولى للوالد او لوالد مقدم الطلب، صحيفه الحاله الجنائيه، صوره شخصيه لها خلفيه بيضاء، شهادة طبية، شهادة الموقف التجنيدي أو الخدمة العامة للإناث. ده الأوراق اللي هي مطلوبة. طب إيه مراحل التقدم للمسابقة دي؟ أنا عندي مجموعة من المراحل في عجالة. المرحلة الأولى هتسجل بياناتك، المرحلة الثانية الوزارة هتتأكد من صحة بياناتك اللي أنت مقدمها من الجهات المختصة، ثالث مرحلة هنشوف الشهادات الدولية المؤهلة للوظيفة وهنختبرها ونتأكد من صحتها، رابع مرحلة بقى هنعمل الوزارة ما انا ما قبلتكش فهتعمل فتح باب التظلمات، وده من باب العدالة الاجتماعية. تمام. هفتح التظلمات وهفاضل
وهوزع وهعلن النتائج. اخر مرحله هسكنك في مكانك في العمل اللي انت فيه. ده انا حبينا نقول ان هو تبقى يعني مداخله خدميه عشان صحيح. نرد او انا شخصيا ارد على اغلب الاسئله اللي وصلت لي ونهد الراي العام شويه من الاوراق والمستندات المطلوبه. وهي بقت واضحه جدا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي بروز اليوسف الاستاذ محمد الشرقاوي، شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه المعلومات. إلى خبر أيضا احتل مكانة ومساحة مميزة طول الأيام الماضية في صحف مصر، وعن التموين وبطاقات التموين والناس اللي بتعود إلى منظومة البطاقات الذكية للتموين. الخبر من اليوم السابع وتحديدا الصفحة رقم 3، 475 ألف بطاقة تموين جديدة لمحدودي الدخل. نعلم أنه تم إعادة 1,800,000 مواطن إلى منظومة الدعم بعد ما قدموا تظلمات وتم فحص هذه التظلمات. الخبر هنا بيتكلم على إصدار بطاقات جديدة لمحدودي الدخل، يعني ناس دخلت منظومة الدعم وتستحق هذا الدعم، بطاقات جديدة 475 ألف عددهم، وطبعا من حقهم استخراج البطاقات بدون أي رسوم للكارت الذكي. وبيقول الخبر إن المكاتب المتطورة بتقدم الخدمة خلال 15 دقيقة. ده كلام الخبر. إلى اليوم السابع أيضا والصفحة رقم 10، 1,000 مشارك و70 خبيرا دوليا في أسبوع القاهرة الثاني للمياه. في شهر أكتوبر الجاري وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعقد أسبوع القاهرة الثاني للمياه بعنوان الاستجابة لندرة المياه أو استجابة لندرة المياه. هيشارك فيه زي ما قلنا 1,000 شخص و70 خبير دولي جنسيات مختلفة. هيناقش المؤتمر ده 5 محاور فرعية بتغطي مجموعة واسعة من قضايا ندرة المية وأهداف التنمية المستدامة. وطبعا يعني الحقيقة أن الشرق الأوسط عموما وأفريقيا كذلك وحتى منطقة الخليج العربي هي من أكثر مناطق العالم اللي بتواجه تحديات مائية، فبالتالي يعني احنا أفضل مكان يعقد في هذا الموضوع وإن شاء الله تكون فيه الفائدة. في اليوم السابع والصفحة رقم 11، القاهرة والجيزة تواجهان تسريب الطلاب بحملات لغلق المقاهي بمحيط المدارس. يا سادة رئيس حي الزيتون نازل بنفسه يشمع القهاوي عشان الطلبة سايبة المدارس وبتصرف مصروفها على الشيشة. هذا الخبر بالتأكيد صحيح وإلا ما كانش كتب، المفترض، لكن هو كارثة بكل المقاييس إن طلبة في سن المدرسة أولا بيدخنوا شيشة، هذه مصيبة لوحدها وكارثة إنسانية وصحية واجتماعية. المصيبة الأكبر إن رئيس الحي بنفسه يضطر إنه ينزل عشان يعني العيال تقوم من على المقاهي أو الأولاد يقوموا من على المقاهي دي، والرئيس الحي ياخد إجراءاته لمعاقبة هذه المقاهي، لأنه طبعا معروف إن طبقا للقوانين المنظمة مسألة التدخين والأماكن العامة فالمفروض إن دول دون السن اللي يسمح بتقديم أي نوع من أنواع التدخين ليه، لا تبيع له سجاير ولا تقدم له شيشة ولا الكلام ده كله. اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون قام على رأس حملة كبيرة للإشغالات وحملة صباحية ومسائية، ونزل بقى يشوف أماكن السايبر والقهاوي والكافيهات اللي للأسف ليها دور في تسريب الطلاب من المدارس. من صحيفة الوفد، الليلة المنتخب يستطلع هلال البدري في ودية بوتسوانا. الجهاز الفني طبعا بيطمح لبداية مثالية زي ما بيقول الخبر. الشحات هيكون بديل صلاح والسعيد هيقود الهجوم، وطبعا ده الظهور للمنتخب تحت قيادة الجهاز والمدير الفني الجديد. المباراة 8 مساء والضيف طبعا هو بوتسوانا اللي هتكون ربما بروفا أولى وأخيرة قبل مواجهتين كينيا في 14 نوفمبر وجزر القمر في 18 نوفمبر. دول هما الجولتين الأولى والثانية لمنافسات المجموعة رقم 7 اللي فيها أيضا توجو، والمجموعة دي اللي هي التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. كل التوفيق لمنتخب مصر وإن شاء الله نرى أداء طيب وروح قتالية عالية وأيضا روح رياضية زي ما تعودنا من منتخب الفراعنة. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وحنرجع ونلقاكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد وحلقة جديدة من صحافة الغد. إلى اللقاء.